بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. إخواني، اليوم راح نأخذ درس فقه العبادات، اللي هو عبادة الصيام. بما أنه إحنا قرب موسم رمضان الكريم، فلكل مقام مقال. راح نشرح هيك بشكل بسيط وميسر لإخواننا الطلبة عن فقه الصيام، تعريف الصيام، مكانة الصيام، فضل الصيام، حكم الصيام، حتى يتسنى لهم صيام رمضان بشكل يعني إن شاء الله مفهوم لديهم. تعريف الصوم لغة هو الامتناع، وتأتي بمعنى التوقف أيضا كمان، والتوقف عن الكلام مثلا، والصمت أيضا، والصمت يعني يقال صامت الريح يعني ركدت، يقال صامت الفرس يعني توقفت عن المسير. أيضا الله عز وجل في سورة مريم قال: فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني امتنعت عن الكلام، إذن امتنعت عن الكلام. أما شرعا هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية. تمام؟ إذن الإمساك يعني الامتناع عن الطعام والشراب، سائر المفطرات يعني بقية المفطرات، أي شيء غير الطعام والشراب يفطر فهذا نمتنع عنه، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية مبيتة، وأيضا بنية التعبد لله سبحانه وتعالى في هذا الصيام. أما حكم الصيام وعلى من يجب، حكم الصيام فرض، والدليل قوله تعالى، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما معنى كتب هون؟ يعني فرض. إذن الصيام فرض، فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم. إذن الصيام هو فرض، وكما كان يعني يذكر أنه لم تكن عبادة في من سبق، يعني عبد غير الله عز وجل بها غير الصيام، ما في غير الصيام. أيضا كان في من سبق كانوا يصومون، لا يصومون شهرا كاملا، يصومون كل شهر 3 أيام، وذلك من أيام نوح عليه السلام، سيدنا نوح عليه السلام. أيضا إذن فضله، الصيام فرض، والدليل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ويجب على كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح قادر أو مطيق، يعني غير معذور، على كل مسلم. الكافر غير مكلف بالعبادات، بالغ، البلوغ هو سن الخامسة عشرة، عاقل، المجنون ليس عليه صيام، مقيم أي غير مسافر، صحيح أي أنه غير مريض، لأن الله عز وجل استثنى، يعني أعطى رخصة للذي كان مسافرا أو مريض أن يفطر، قادر يعني أنه ليس شيخا كبيرا أو ليس عجوزا أو يعني لا يستطيع الصيام بسبب مرض ما أو عذر ما، يعني
أنه يكون مطيق على الصيام، مطيق على الصيام. غير معذور أي ليس لديه عذر يمنعه من الصيام، من مرض، من كبر، من سن، من شيخوخة، من وما إلى ذلك. أما فضل الصيام فهو ركن عظيم من أركان الإسلام الخمسة، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذا هو حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما. وأيضا الصيام الله عز وجل يقول يعني في الحديث أيضا الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. أيضا: والحسنة بعشر أمثالها، والحسنة بعشر أمثالها. هذا الحديث بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رائحة فم الصائم المنبعثة من فيه أي من فمه أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يعني الله عز وجل يقول أن الصائم يترك الطعام والشراب والشهوة من أجل الله، الصيام لي الله عز وجل يقول وأنا أجزي به، يعني الله عز وجل يجزي الصائم على يعني على حسب ما يريد. والحسنة بعشر أمثالها. ولذلك في الصيام له أجر عظيم، لأن الله عز وجل نسبه له لنفسه، مع أن العبادات كلها لله عز وجل، ولكن قيل أنه لم يعبد فيما قبل غير الله عز وجل فقط بالصيام. يعني الكفار فيما قبل كانوا يعبدوا مثلا يصلوا لغير الله كذا، أما الصيام لم يذكر أنه يعني صام أحد لغير الله سبحانه وتعالى. وقيل أنه لأن الصيام له أجر عظيم، وقيل أن الصيام يعني بعيد عن الرياء، وقيل أيضا هذا بينه وبين الله عز وجل. هذا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.